كان هناك تصور خاطئ عند الناس جميعا أن الشعب إذا أراد الحرية فما عليه إلا أن يسقط هذا النظام الذي أمامه والذي هو مركز القرار في دولته التي تغذت من جهده الحربي، من جهد الشعب الحربي، من جهد الشعب الاقتصادي والمالي والاجتماعي واستقوت. ولكن في الحقيقة تكشفت أن ما هم إلا مقدمات غزو لمشروع احتلال، ما هم إلا أدوات وظيفية ضمن منظومة دولية مسيطرة. طالبوا بإسقاط بشار، انطلقت الثورة، ترنح بشار وإذا به يسند بميليشيات حزب الله. لم تستطع ميليشيات حزب الله أن تفي بالغرض، وإذا بها تتدخل إيران وتحشد من كل دولة مؤيديها. فشلت إيران أيضا في إخضاع الشعب، وإذا بها تتدخل روسيا. روسيا لحد الآن لم تستطع إخضاعها، وإذا بها كل الأحلاف الدولية تدخل لكي تخضع هذا الشعب الذي لم يرضى بالهيمنة. فالصورة الآن أصبحت بالنسبة لنا واضحة، ليس هناك نظام دولي، هناك طغيان دولي، هناك منظومة مافيا دولية تستدعي النظر لما يحدث الآن بطريقة غير المسلمات القديمة. نحن الآن أمام تساقط كل المسلمات التقليدية التي عشناها في 100 سنة الماضية. ما يحدث الآن في الغوطة هو شك شيك على بياض لقتل أي كتلة بشرية تريد أن تخرج من عباءة منظومة الهيمنة. وحتى مشروع الكويت السويد الذي سوف يطرح الليلة، خلاصته أن روسيا لها الحق في القتل، وهم لهم الحق في أن ينقلوا الجثث ويهجروا ما بقي من الجرحى.